إلى ذلك، أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن جدول الأنشطة والفعاليات التي ستقام في مملكة البحرين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، والتي تأتي كجزء من الاحتفاء باختيار المنامة عاصمة للسياحة الخليجية للعام 2024. نعم، جميع الفعاليات ستبدأ من اليوم الأحد في 7 مواقع مختلفة بجميع محافظات المملكة بالتعاون مع شركاء القطاع السياحي الخاصة. فعالية مختلفة تقيمها هيئة البحرين للسياحة والمعارض ضمن جدول يتضمن الوجهات السياحية المفضلة في مملكة البحرين وبتنوع يرضي جميع الأذواق والأعمار، ومن المتوقع أن تستقطب الفعاليات أعدادا كبيرة من المواطنين والمقيمين والزوار. مملكة البحرين اليوم والحمد لله تحولت حق وجهة سياحية مفضلة للعوائل الخليجية والعربية، واللي هالشيء ساعدنا اليوم أن تكون من المقومات السياحية المهمة والمرافق الترفيهية والفندقية الحديثة والمتميزة. وهالشيء الحمد لله قدرنا من خلاله أن احنا نروج حق مملكة البحرين وحق نستقطب أكبر عدد ممكن من السواح. طبعاً إحنا نتوقع أن تشهد فترة عيد الأضحى المبارك إقبال كبير سواء للمواطنين أو المقيمين أو حتى الزوار في جميع دول مجلس التعاون، وطبعاً هم اللي يشكلون عندنا أكبر عدد من الزوار. السبب في هاي الشيء يرجع إلى أن جدولنا حافل بالفعاليات السياحية والترفيهية المتنوعة اللي أطلقتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض، وطبعا من خلالها احنا ان شاء الله نكون مستعدين ان احنا نستضيفهم ويعني يستمتعون معنا بالاجواء العائليه الموجوده. فعاليه تشمل باقه متنوعه ترفيهيه تضم المجمعات التجاريه ومركز البحرين العالمي للمعارض، اضافه الى الفعاليات البحريه في شواطئ المملكه، حيث تاتي هذه الفعاليات بتنوع اماكنها بالشراكه الفاعله مع القطاع السياحي الخاص من الفنادق والمنتجعات والمجمعات التجارية والمطاعم والمواقع السياحية المختلفة. طبعا لا يخفى عليكم احنا الفعاليات الخاصة بعيد الأضحى المبارك بتقوم مثلها مثل اي فعاليات ثانية بالتعاون مع شركائنا في النجاح، وهما القطاع السياحي والقطاع الخاص، سواء من فنادق، منتجعات، مجمعات تجارية، مطاعم، مواقع سياحية مختلفة ومكاتب، طبعا ما ننسى مكاتب السياحة والسفر. تقدم الهيئة اليوم خلال عيد الأضحى المبارك باقات متنوعة من العروض الترويجية من خلال رحلات السفر والإقامة، وطبعا العروض الحصرية بأفضل الأسعار من قبل الفنادق، ويعني الفنادق سواء كانت ال5 نجوم أو ال4 نجوم، وغيرها طبعا من البرامج والمبادرات السياحية والترفيهية الجاذبة لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الزوار الخليجيين والإقليميين. طبعا تشمل فعاليات موسم صيف البحرين باقة من الفعاليات الخاصة بعيد الأضحى المبارك، تتضمن حفلات موسيقية، أنشطة ترفيهية شاطئية في المجمعات وطبعا في الواجهات البحرية. يمكن متابعة الفعاليات من خلال الجدول المتاح على موقع فعاليات البحرين calendar.bh، والذي يحتوي على جميع التفاصيل الخاصة بكل فعالية بما في ذلك الموعد والموقع للتمتع بزيارة الفعاليات في الأوقات المناسبة. شوق العثمان لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.